وش هاك وقت هاك الرب انا حسين متحلم مع ارنب ارنب وارنب كيف عرفت؟ احس الشكل انا حلم البارح انا احس ان علم ناحي الحلم على الشكل يعني ايه علم ناحي تدري ما احس ايش تحلم فيه؟ انه فوق فرس السلام السلام يا فارس ارحب ارحب حيا تفضل ويس امرك قاعد تاني ممكن ولا مو ممكن؟ يا حبيبي الله يسعد الوجه ان شاء الله شفت كيف؟ عشان اواخرك على الاكل مساكم الله بالخير جميعا مش حالكم طيبين؟ اليوم فقرتنا فقرة الخيال حلوة جاهزين؟ جاهزين يا سلام طيب وصلنا يوم 47 كم لنا 47 يوم؟ لا منكم احد ما يعرف وعرف؟ ايوه انا ما عرفت الخيل؟ ما كنت وعرفت وانت عبد الله؟ ما كنت دانيه ولا اعرف وانا ما عرفت تعلم. وعرفت تعلمنا اشياء واجد والله يا امس صدق والله؟ اي والله اتكلم صادق يا رجل والله والله ما حد ركب خيل لهنا منكم انتم انا اي والله اني ركبت خيل برا بس ما تعلمت مثل ما تعلمت هنا طيب عرفت اساسيات وايد احنا بنبدا بحاجه جميله لكم سلام. اول شيء بختار معي 4 و5 أو 6 بالكثير في البدايه بنطلع للساحه الخارجيه الخيل جاهزه قدامكم يبدون في تركيب السرج ويعلمكم يعطيكم معلومات بسيطه عنها وتتابعهم في الشاشات اللي بيبدا معي هناك اذا خلصنا بدري احد بيجي منكم ناخذ المجموعه الباقيه ايش رايكم تم جاهزين جاهزين طيب يعني حاتم محسن يقول انا احب شعر حاتم محسن يبشر محسن يحب حاتم يحب شعر محسن يبشر بس اي نعم حاتم يحب شعر محسن فلذاك يبي من القصيده قبل ما نبدا هناك يقول خفوا علي من العتب يلا صاحيب شوي لين اني جروحي تشاوى انا طموحي كايد وعسر وصعيب وجروحي اللي في ما تنتداوى المره جا في بعض الاصحاب ويخيب تبينت ما عاد فيها مراوى كملي وانا اقرب مثل ما يقرب الذيب واحس في صدري ذياب تعاوى ولا ارتاح لين اركب على طاره الجيب ولا تستوي لين الطريق اي تساوى واقلط على مجلس حصان الاطاليب اللي الربع ولا جنيب ماوى منارته تاكل من السمر ما جيب وصليته تاكل ظهور الشتاوى مجور يا ستر البنيه الرعابيب وبيضن على خوتك يوم انت خاوى طيب طيب يا سلام يا سلام نبي نطرب قبل ما نروح هناك لازم احنا نلطف الجو سلطان انا ارجوك يا سلطان انك تسمعنا بيتين وسمع 4 أبيات جر الصوت ها لازم حزن عطر اللي عندك اللي في بالك غزال علاقة الوسم في قلبي يوراح شو اسمك يا حاتم؟ احسب اني مثل ناس انت ضيوع حقوقها ادار اني صاحيين للهجد وللصباح بندقي ترمى المنا يا وانا ما بوقاها طيب طيب فلا خاف من المنا قيد يا ظبي الفلاح الف شق وام الف شق قافل صندوقها يا سلام يا سلام يا سلام بيض وجهك صح على صوتك اي والله نفسيات عاليه انا اشكركم صراحه المعنويه عندكم عاليه النفسيات انتم نفسيات انت تقلبون انت ما عرفتكم انا لا الامور طيبه ما عندي معنويه قد هي احنا وصلنا 47 نفسيات هذا متاكد منها والله لا ها ما ادري مد يدك خلينا نشوف تاكد ما شاء الله يعرف منه نبض اليد والله يوفق استغفر الله العظيم ها وشي انت بتدري عن نفسيات زي ما بزانه تبون تدرون تبون تدرون زياد عطنا كلمه زياد مرحبا بالجميع ومرحبا بكم و مالع احنا للحين محتجمين بك ومشينا الخير بيض وجهك الفقره وش اسمها؟ الخيل الخيل نعم كذا اسمها الخيل هي الخيل وخيال ونتعلم روسية يا مرحبا علي مناحي ارحب ترحب بالحياة ابو مناحي نبي لنا شيء نلطف الجو قبل ما نروح شيء يلطف الجو
تبغى شيله؟ ايش شيله اللي تبي؟ ها؟ وش الشيء اللي تبونه انت؟ يا اخوي اللي تبي اللي يطلع على بالك راح. يا اخوي هو حنا شلاته يجيب الضيم صراحه. اي والله ما والله ما تغني يا ابو طارق. والله شلاته يجيب الضيم. والله ما تغني. عطنا قصيده. عطنا قصيده عطنا بيت. ما في حلف ما في ذا. كم ايه طابق تسمعنا بيتين ما انت مفجرني يا ابو منى يلا بعدك بخاطرك سمعنا يلا رح قال الله قال فيما معنى الحديث ايه ان لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه يا سلام ففينا اخواننا فيهم من اخواننا المسلمين في المستشفيات حلو في سلام مرضى في مرضان وفي طول العمر اللي ها جمعيه اللي ما لقى المهم في الجمعيه ذي جمعيه جود الحالات هنا ايش اسمها جمعيه جود صح جمعيه التكامل جمعيه التكامل الفقره اسمها فقره جود والجمعيه نعم. اسمها جمعيه التكامل نعم حلو واضح لكم صح صح ها روح اخوي ماخذين الحالات الحرجه ايه وفي الجمعيه نبغى المسلمين اخواننا المسلمين يتصدقوا جمهورنا الكريم الفاضل نبغى تصدقوا لأنفسكم مو بلنا يا سلام الله يجزانا وياكم خير الله يجزاك خير هو فتح المجال للسفير السفير الخير نعم. علي مناحي ما السفير الثاني مبارك صح الله مبارك عطونا مبارك بما نبدأ في الفقرة الحين يلا أقول والله أن جمهور قناة الواقع واللي يتابعونا أقسم بالله أنهم ما قصروا قفلنا حالتين في شهر رمضان وقفلنا حالة الآن وحالة الحين على وشك وباقي حالة جديدة حلو لكن نبي نقفل الحالة الأولى والحالة الجديدة نبي نبدأ فيها مثل يد واحدة يصل وبيض الله وجيهم ما قصروا والله أنهم مبادرين بالصدقات ومبادرين بالخير ويشجعونا على فعل الخير حتى يا سلام والله يوم طلعنا أنهم حثونا حتى على الرياليتي وعلى الصدقات وعلى الصلوات أول ما يوصلنا على الصلاة يا سلام واقول يا جمهور الواقع والله بيض الله وجيهكم ما قصرتوا ويا الحين حنا نذكركم فقط ولا انتم ما تعلمون في هذا الشيء اقول نذكركم فان الذكرى تنفع المؤمنين الله يجزاك خير الصدقات 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 والله انها تطفي غضب الرحمن وانها تيسر امور الشخص وانها يعني اجر هجر عظيم يا سلام فنحثهم على الصدقات والله يبيض وجيه الله يبيض وجهك وجه من يسمع طيب الميدان جاهز برا؟ جاهز انا اكلم الحين انا اقولها جاهزه مو بنت جاهزه انت خليك انا شوي انا جاهز انت جاهز انت؟ طيب ابي معي اربعه سلطان تغيم علي مناحي فهد محسن جاهزين؟ جاهزين بنبدا الحين في الميدان برا ناخذ لنا معلومات بسيطه نتعلم من سلطان ومن الخيالين الباقيين محسن وعلي وفهد اللي بيشاركنا بعدهم حياها الله طبعا هناك تجهيزات بسيطة بنتكلم فيها شرف الساحة هناك جاهزين؟ جاهزين جالها بس صح 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 يلا لعشق المراجل لعشق المراجل ولو انها تتعبني عشق المراجل طب طيب عطني كاميرا هذه يا مخرج يلا اوكي هنا ولا هنا ولا هنا تبي
هذه طيب مزبوط. والعلاج اجيب اجيب عندي شوي هنا اياه، تعالوا هنا عندي شوي قريب. يلا طيب، اول شيء اقول بيض الله وجيهكم، شكرا جزيلا على حماسكم الطيب. جمهورنا الغالي، لازم احنا نوضح لكم الاليه اللي بتصير هنا. الصوت واضح يا حاتم؟ حلو. في سلطان تغيم، انا اشكر سلطان، اشكر الربع المجدي كل ابوهم من البارح هم يجهزون الفكره هذه، ومع معدنا الجميل حاتم اقول بيض الله وجيهكم بيض الشحم. باذن الله تعالى ان شاء الله بيكون توزيع الاقنعه، بيوزعوا الاقنعه هنا في الميدان هذا. تنتظرنا بس يا مشرف لين ناديكم. ايه وفهد محمد، لا خلاص خله لين ناديتهم. طيب بيوزعنا سلطان، بيوزعون طيب الاقنعه هنا، الخيل موجوده، بيكون السباق على 2-2 على الخيل، بيكون في 2 ان شاء الله باذن الله تعالى يدخلون بين الاقنعه وياخذون مسافه كامله دار مدار اللي هو ايش يسمونه انتم عندكم. يلا انتبه الخيل، هيا علي الركض كانتر. الكانتر هو الكانتر اللي هو الركض صح؟ لا بس عشان الجمهور بعضهم مو بخيال ما يعرف ايش معنى الكانتر. شو هذه كانتره؟ الكانتره عاد الكانتره هذه احنا يمكن بعض اغلبنا ما يعرفها، اللي هو الركض دار مدار ان شاء الله باذن الله تعالى. ايه بيكنترون ان شاء الله كل ابوهم. طيب يلا نبدا يا سلطان انت وخياك. يلا يا ربع بنوزع الاقنعة على حسب مزاجكم انتم اللي تبون انتم. يلا عطم السحب قلبك انت راسم خطه يا سلطان. ثلاثة ثلاثة ها؟ هاي سلطان؟ ايه. يلا خلينا نشوف وش ثلاثة ثلاثة، وزع ثلاثة ثلاثة، حط ثلاثة هنا ثلاثة هنا. فهد بيه عطنا الخيل هنا. لا لا كلها ثنتين. ايه ابشر ضيق انتم. ضيق الخيل اللي ما تعرف. ما ندربه، ندربه كويس. ايه قصدي توسعها شوي. لا تركب السرجل هنا يا علي. أبشر علي. أبشر. علي. بداية انطلاقه. سلسلة. داور. سلسلة. طيب ايش رايك نعطيه مجال منا عشان جدار؟ نروح كذا شوي. جدار ما بي، ما بي. ها؟ بالعكس انا بدي ارجع ليك. دائما الخيال عاصب الراسه. دائما فهد خيال عصب الراس دائما. اعصب راسك كمان الشحن. اجاك ما بعد جا حجزت الخيل عصبة الراس. لا 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 يركب استرجحين. سلطان ممكن تجي معي هنا سلطان؟ سمي هذا الفرس ولا الحصان؟ هذا حصان؟ عندك؟ زين؟ طيب. حط حط حصان ولع الكمر. بس ناخذ معلومة بسيطة. طيب الكاميرا هذه معنا يا سلطان؟ ايه الكاميرا معنا هنا يا سلطان. زين تكلم لنا اول شيء عن التفاصيل الخيل تعريفيه. احنا عندنا معروف عند اهل الخيل في مقوله يقولون الخيل حافر. ايه كيف يعني حافر؟ انك تهتم بحافر الخيل، لان لو حافر الخيل جاء شيء ولا شيء خلاص مثل السياره اللي بدون كفرات ما تقدر تمشي عليها. لازم انك تهتم بالحافر، تنظفه. تنظفه هو شيء تهتم به. حلو. تقلمه عشان تفادى اصابات كثيره. لازم اركب له هذاك الحديد؟ ما هو لازم. لازم. لا لا ما هو بضروري، ضروري في بعض الحالات في بعض متى يركب الحديد على الحوض؟ اذا انك تطلع سبلتات، تطلع تروح مسافات بعيده. لا اقصد أقصد الارضيه. الارضيه هي وشي؟ تعال علمنا تجي هنا ولا ما تجي حول هذه؟ سبلت ولا ايه؟ فيها ناس خيولهم في البر ما يركبون بالعكس. ايه احنا والله خايفين منها شوي. الله يستر. نرجع ورا. طيب نجي هنا يا الربع، ممكن نرجع شوي هنا عشان نجي في الظلال شوي. انا اليوم تراني ها ها هذه عندك سلطان ما يدخل. لا ما عليك انزل. اي ما عليك. لا سلطان هو يسنع عمور هذه الحصان، يسنع عمور السلطان ان شاء الله. الفرس عند ابو مناحي باذن الله تعالى. طيب قلتوا لي ان الحوافر ها سلطان انت مناحي الحوافر مهم في الخيل. ايه اول شيء انك حتى تفادي اصابات في قوام الخيل، فيها اصابات واجد لو ندخل فيها بنطول، فيها اوتار، فيها رمانات، فيها اشياء واجد. فالحمره لازم انك تفادى اشياء واجد بسبه الحافر. يا سلام. لازم انه يجيه اهتمام، تنظيف، تقليم، حتى التقليم له وزنيه وله ما هو اي واحد يقلم. حلو مزبوط. طيب علي البت حاج بعضهم يركض بها على الزفلت صح لا؟ صحيح. وبعضنا نركض بها على الرمل سواء في نفود او في الأرض.
يلبس حوافر ما يلبس حوافر حوافر يلبسونها فيها اياها اذا في الارضيه حيود كبار اي مزبوط اي زي كفر السياره كفر السياره اللي يركبون لاستك من داخل إيه؟ حجري عشان الحيود هاي نفسها اذا في يعني رمل وكذا عادي بدون اذا عزفت اذا في حيود إيه؟ لازم ازلت بعد عادي زفلت عادي حوافرها الحديد عليها لما في ما في شيء طالع من الزفلت لو في شيء طالع من الزفلت كان بقول حوافر انا اللي اعرفه إيه؟ ان الحديد انها مشكله على الخيل صار على الزفلت وعلى بلاط وعلى مكان انها هي تزلق صح انها تزلق هذا اللي اعرفه انا ما انصح فيه حتى لو انه مركب حديد ولا لا يركض في الزفلت ما هو ده لازم يركض في الزفلت لانه يسبب اصابات في حالات نادرة فيها أمراض إنه لازم إن يمشيها بالزفلت. إذا إنه اضطر في حالات نادرة مرض هي يسمونها المويات. حلو. موية تنزل في الأوتار فلازم إن يمشي في أرض قاسية عشان يشتد الأوتار. حلو مزبوط. وأنا ما أنصح إن أي خيال إنه يغامر في الزفلت أو يركض في الزفلت لأنه شيء خطير. يا سلام. عليه وعلى حصان. والحذوة ما هو مهم إني لو ركبتها خلاص تفديت إني الأرض القاسية ممكن تجيني حصى في زفلت ويدعسها الحصان بطن حافر تشق الحافر لأن الحذوة ما هي على بطن الحافر يا سلام بيض على طرف الحافر مزبوط مزبوط طيب عبد الله ومحسن عبد الله ومحسن أبي منكم تعلمون على الثقافة هل ثقافة الخيال تختلف عن ثقافة الخيال الثاني؟ أكيد ها؟ أكيد في الواحد له وجهة نظر في الركوب وفي هذه؟ فيه خيالة واجد فيه فرسان واجد وفيه ناس مألفين كتب وجهات نظرهم تختلف لا قصدي في الركوب في الركوب في الركوب في ايش اللي تلبسها الركوب ولا كلها واحده الركوب فيه طريقه ركوب المواكبه في الركوب العربي في الركوب الغرب كل ناس لهم طريقه ركوب ولكن الركوب نفسه طريقه الركوب نفسها لكن التعامل معها في الركوب إيه؟ اذا ركبت التعامل مع الخيل تختلف حلو من ناس لناس بعضهم يركب يا محسن بعضهم يركب بدون ما يحط رجله على شو اسمه على السرج صح؟ هل هذا هو هذا ينزو هو النشاط في نشاط الشخص يعني يكون نشيط ولا على حسب خبرة الرجال؟ نشاط الخيار. نشاط وخبرة نشاط وخبرة بعضهم يركض معهم ينط عليها صح؟ هذا نشيط وعنده خبرة صح هذا التلويح يسمى التلويح التلويح الله الله اللي هو في الركض الركض او النشاط ما هو بيخيال يجيده؟ لا ما هو بيخيال فيكم حد يجيده يا الربع؟ ان شاء الله في الركض معها؟ احنا ما نبي نتعبكم اهل اياه في الميدان هذا لكن بس باخذ منكم معلومات. انا طبعا انا خي من يوم اي خيلت وانا البارحه قلت لي معلومه حلوه. انا خيل بدون سرج من يوم خيلت. من يوم خيلت؟ نعم. بدون سرج؟ بدون سرج. سرج ما بعد خيلت. طيب حلو اجل خلاص اجل بنبدا معك يا علي قبل ما نركب السرج بنبدا معك انت اول واحد. كناو. بناخذ طبعا منكم معلومه اللي هو شو؟ نجي في المدى فهد معلش فهد ما بتعداك لكن بعد شوي بناخذ منكم معلومات ان شاء الله. نبيك تاخذ يمين يسار. حلو. ثم تاخذ يمين من الجهه هذيك وتعود ثم تاخذ نفس الطريقه يمين يسار يمين فهمت؟ ثم تاخذ ركضه كامله مرتين مزبوط؟ فهمت ها انت جاهز في الجهه الثانيه هناك؟ كن جاهزين في الجهه الثانيه بدون سرج هو طبعا ركب الجام بدون سرج ركب الجام ركب الجام وخذ راحتك انا ودي الكاميرا بعد تروح على علي وهو يركب الجام هناك ساعدك يا علي اللي بيساعده يساعد عادي مساعده تساعده فيها طيب فهد فهد بدام الكاميرا عند الربع هناك والربع يشتغل هناك ابي اخذ منك معلومات فهد. اول شيء انت من تثليث صح؟ نعم. والخيال عندكم واجد. صحيح. يبشر يلا. طيب محسن ولا كاميرا تسكر الباب بس تكفى الله لا يهينك ابدا. فهد. ابيه. البتحاج انت من اهل تثليث لان عرفت عنكم اغلبكم خياله. صحيح. صح ولا شوف انا يا طويل العمر والسلامه اخيل. لكن ما عندي الخبرة الكافية ولا أني بخيال مارس الخيل ولا عندي يا طويل العمر والسلامة الخبرة الكافية لكن عندي معلومات خفيفة 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 تعاملك مع الحصان ولا مع الفرس دائما؟ مع الفرس الأفضل لك فهد مع الفرس مع الفرس؟ شوف الحصان ذا كان عاصي أشرس؟ أشرس لكن والله؟ يا طويل العمر والسلامة تعودنا عليه ربضناه هذا الشيء الحصان هذا إيه؟ لا اقصد في حياتك انت لا الفرس الفرس نعم. ما تحب الحصان يعني لا لا يعني كلها طبعها واحد الفرس بارد شوي طبعها واحد هي الحصان الحصان يعني طبعها واحد ولا لا شوف الفرس تختلف عن الحصان اهدى اهدى شوي ولو بكلها طيب في السباقات سلطان وعكمر انت لو انت فهد دام الربع اشتغلوا هناك
في السباقات انتم الحين في السباقات تمام لها, لها, لها ميزتها صح؟ في طعمك مثلا في ايام الحروب من اول كان الحرب على الخيل صح لا؟ هل لها لها لها, لها نظره ثانيه؟ طيب من اول فرسان ايام الحروب اكثرهم على فرس فرس لانها اسرع اخف من الحصان ثاني شيء شبه الحصان لو تدخل لك في وسط خيل وانت معك حصان وعندك افراس بيجنك يا سلام يا سلام ففي الرئيس من اول يستخدمون الفرس للاداء هذه انها ما يلهيها شيء حلو معه خفيف في معلومه والله ما ادري اقدر اذكرها على معليش خلها بينا خلاص محسن لبيت حاج محسن انت بديت هنا صح؟ الله بديت مع نواف؟ بديت مع نواف من عقب مزبوط والحين الامور طيبه الامور مستقره طيب بدون سرج ولا بسرج؟ اركبها بسرج وبسرج يا رجال اي والله بيض الله وجهك بيض الشحن يعني ما خلاني بيض الله وجهك هذا اللي احنا طمنت منه والله طيب روح في الجهه الثانيه عشان بس ياخذ راحته علي مناحي في الساحه هذه نبي ننتقل الجهه الثانيه ولا في الظلال هناك يلا ابو مناحي سم بالله ها طيب اعطونا اشاره المراجل ايه مع ركضة ابو مناحي نبيكم تعطونا شيء بسيط اشاره المراجل شغالها حلو طيب ابو مناحي قول بسم الله توكلت على الله يلا اي باب هذا دورتين ابو مناحي روح صدري يا مولاي عطها روح روح ها يا سلام ما شاء الله 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 روح روح ابو مناحي روح بسم الله بسم الله بسم الله سلطان توديها بالحث الثاني هناك سلطان شوي عشان ياخذ راحته ابو مناحي لان الحصان والفرس ذا بعد شرسه شوي عطها واحده ثانيه ابو مناحي روح عطها حلو هذا الراس عش خلو خلو خويا خلو خلو مره تبي الثالثه ولا خلاص؟ انت هنا بيض وجهك بيض الشحن بيض وجهك ابو مناحي ابو مناحي هذه كاميرتك ولا تبي هذه 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 ابو مناحي اقول ما شاء الله اذكر الله ما شاء الله اذكر الله ما شاء الله اذكر الله فعلا انا عم اقول انا بخيال انا ولكن ها قدني اعرف الخيل شيء بسيط انا اقول ما شاء الله واذكر والله وترى ذكر الله دائما زين سواء على ابو مناحي ولا على اخويانا الباقين ذكر الله طيب دائما اقول ما شاء الله واذكر الله اسال الله يوفق الوجه ان شاء الله يا اخي تجليت والله تجليت عندك معلومه شيء جديد تقوله تتكلم عنه ما انصح المبتدئ يخيل كذا ايوه علي مناحي ما ينصح المبتدئ وهو مبتدئ خيلت كذا ايه لكن طحت و... ايوه لاقي صعوبات صح؟ نعم في اصابات شيء اول ما تعلمت؟ عندك لحي يا رجال نعم سمعتوا اللي تعلم الخيل لحي جالس اسبوع ماني باكل منه جدا بدون سرج ما تنفع لك تعلم بدون سرج الربع ظاله يمكن انهم مغامرين شوي ولكن فك لها الله على اللحيه يعني ما شاء تبارك الله هذا الوجه اللطيف الجميل هذا كان بيروح علينا كذا ها؟ والله اني خذيت اسبوع يمكن ما اكل لا شوربه ولا اكل خفيف جرب جرب ترى ما تنسى بيض وجهك ابو مناحي طيب احنا نبي نركب السرج بس ولا بدون سرج انتم بعد؟ بدون انت؟ طيب عطى ابو مناحي عطى محسن يلا محسن اركب لكم صدريه الفرس ترى هذا راس ترفع راس ها؟ سكر ذي تكفى ها؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طبعا محسن يقول تعلمت الخيل هنا وهذا ما شاء الله تبارك الله بسم الله عليك 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 اخذ راحتك يا محسن اخذ راحتك مره سم بالله قول بسم الله توكل على الله بسم الله عليك بسم الله عليك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يلا يا محسن على هونك وروح سم بالله سم بالله توكل على الله يلا اذكر الله قول ما شاء الله تبارك الله
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خله ما شاء الله ما شاء الله. يلا عطها دوران كامل. بسم الله بسم الله. بس خلاص يا جماعه بحسن بيض الله وجهك وجهك محسن، بما احنا نحب نسميه دائما نقول محسن من غلاه ومحبته. الشخص هذا احب ذا الاسم انا والله، احنا نحبك انت قبل اسمك والله. انا صادق محسن يا جماعه خير، تعلم ركوب الخيل هنا، وهذا طلوع الحين على الخيل وركوبه على الخيل ما شاء الله تبارك الله، بدون مساعده بدون اي حاجه عنده، لا ركب على حاجه ولا حتى قاعد من اخوياه، هو اللي ركب من نفسه ودخل بين الاقنعه هذه، دخول بينها ترى صعب، اصعب من الدوران. نقول بيض وجهك بيض الشحمي محسن، وجعلنا من خلا منك وباذن الله تعالى، وين نشوفك بعدين ان شاء الله؟ وين؟ في ميادينا الفروسيه. اكيد انك باذن الله؟ باذن الله وحده. شوف محسن، وش اللي خلاك انك تصر تتعلم على الخير هنا؟ هل هو البرنامج؟ لا والله انا احب الخيل من قديم. ايوه اي والله عندي حب الخيل من قديم، واستغليت البرنامج ذا معك. واستغليت فرصه البرنامج، جعل ربي يوفقك. ما حد اعطاني هوايتي برا ولقيت عني. انا ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله اني اصر مثل محسن ان شاء الله، واني اسوي السوا هذه معك ان شاء الله. قبل يلا وجهك بيض الشحم محسن. يلا يا فهد جاهزين؟ سلطان جاهز؟ سلطان انت؟ ايه ها؟ ودك تركبها هنا؟ بسم الله يا فهد، بسم الله يا فهد، بسم الله ما شاء الله. يلا يا فهد كله، خذ راحتك خذ راحتك. عادي عادي بتاخذ دوران كامل قبل عادي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تبي تدور كذا تبي تدور كذا بكيفك، دور على المكان اللي تبي. يا سلام، يلا عطى دوران دوران يا فهد دوران. يلا يلا روح اذكر الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هاي هاي بسم الله بسم الله بسم الله. خلصت خلصت خلصت. فهد تعال فهد تعال فهد تعال تعال بيك فهد. ارحب. الخيل متعبه، انا اشوفك يلا ترد سمك. اي والله. وهي حاجه بسيطه، هل هذه تعتمد على لياقتك انت في الخيال ولا الخيل متعبه؟ شوف الخيل متعبه واللياقه لها دور. لياقه؟ نعم. لازم تكون عند شخص لياقه صح؟ نعم. ها يا علي لازم لياقه؟ نعم. عبد الله محسن؟ اي والله لازم اكيد. لاحظتوها انتم؟ ضروريه حسنا. لازم تكون لياقتك فل. صحيح. لازم. بالله. عشان كذا عن اللياقه ما هي بالخيل حالها. لازم تكون للخيل ولك. يا سلام يا سلام، بيض وجهك بيض الشحم فهد. فهد. لبيه. علي مناح خلصت؟ جهزوا لي مبارك ومن اللي معه قبل شوي؟ هاي علي مبارك من اللي معه قبل شوي؟ زياد بن شري. زياد بن شري. اذا بتروح هناك بتريحون بتروح فهد؟ نعم نعم. اروح اريح ونادي لي مبارك بن الصخيل وزياد بن شري. طيب جاهز يا عبد الله؟ انت عندك اسطبل صح؟ عندك اسطبل؟ يلا معلومات عندك اخذناها احنا، يمكن عبد الله اعطانا معلومات في بدايه الحلقات اللي راحت، قدم لنا معلومات جميله لطيفه، ممكن باذن الله تعالى ان الشباب تعلموا من المعلومات هذه سواء من عبد الله او من نواف عقاب. نقول ما شاء الله تبارك الله، توكل على الله يا عبد الله وشد حيلك. يلا فهد اللي جاهزين اثنين عطل ايام سواء مبارك او زياده وغيره، اللي جاهز عطل اثنين بس. ها سم بالله يا عبد الله. يلا يلا عاد في خاطرك صح يا علي؟ اعرف كلام في خاطرك بعد على السرج. ها خلاص محسن اللي جاهز اثنين عطوا اياهم اللي جاهزين. اي عاش روح. بسم الله بسم الله. صدتني يا حاتم صح؟ خذ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. ايوه بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك.
دور طيعتي ترى ما طيح. طيب سلطان تعال يا سلطان. لا منها تدري ايش عبد الله؟ لا منها احتمت الفرس ايه يزود فيها العرق. عبد الله دقيقه يا سلطان، انت خيال عندك اسطبل عندك امور هذه كلها. الله الله، وش سبب السقوط الاخير قبل شوي؟ فيها عرق. فيها عرق؟ الله الله. ايوه لا منها احتمت. وش فائده السرج؟ السرج يحمي من امور وايد. حلو. اول شيء للثبات. ايه راحه الفرس. ايه راحه الحمايه بشكل كامل. يعني للفرس ولك؟ اكيد. وللخيال؟ اكيد. من قبل يضرب وجهك يا عبد الله؟ وجهك. بعدها تبعدها عنه عشان بس الحصان ياخذ راحته. احنا بكون شو الافضل يا سلطان؟ خليها قريبه، خليها قريبه من هنا يا عبد الله، خليها قريبه. تعال سلطان يا تعال. بعدها من الحصان. بعدها بس منه عشان ما عشان ما. سلطان انا كنت جالس مع الشباب البارح واخذت منهم معلومات جميله صراحه. سلطان قبل ما تروح على الخيل الحين سلطان يفضل السرج ولا بدون سرج؟ اول شيء الافضل لك انت. لي انا افضل بدون سرج. بدون سرج؟ إيه؟ الافضل؟ الافضل. طيب العرق ما يلعب فيك فيها؟ لا. تطور ركوبك بسرعه. ايه تمكن من الحصان بسرعه. يكون ثباتك اقوى؟ لياقتك عضلاتك. ايه لك والحصان. للخيال والخيل نفسه. لانك انت تخيلها انه ظاهر الحصان شارج ومشدود على بطنه ما ياخذ. يا سلام يا سلام. ما ياخذ حريه. طيب ممكن بس قدام الكاميرا نبي نتعلم بس كيف تركب السرج. تبي تركب الحين ولا تبي تركض بدون؟ ابشر يا ابو طبعا الركبه. اي الركبه الحين على ما قالت سلطان ما يحتاج قد شماك ودنا الركبه على هذه. عيال بس خلي 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 علي ممكن تحط السرج بس. تبي تخيل بدون سرج يا سلطان؟ تخيل بدون سرج؟ ما علينا انا اشرح نركب السرج. ايه؟ الفرس موجود انا من اركان اركب الفرس. دقيقه مبارك دقيقه. يلا. والله ما ادري واحد كلها تجي. طيب نجي هنا نقرب شوي الربع. يلا الكاميرا معكم نبي نتعلم كيف تركبون السرج. طيب هذا وش نسميها اللباده بعض اهل الخير او كلهم لباده عشان حمايه. مزبوط. وهر الخير والحارة. هذه تكون تحت. اي تحت السرج. تحت السرج ها؟ نعم. ان شاء الله. خذوا لي صوره تكفون مع علي مناحي مع سلطان مع الخيل واكتبوا عندها الخيال من سبر ماثا. نعم. هو ماخذ المركز الاول في قناه الواقع في برنامج مراجع. طلابه. هو طلابه مع طالبهم. الطلاب مع الطالب. لا ها؟ اي ركب ركب الحين. يلا ركب الحين يا زياد. بس لا تغطون على اخويكم ها؟ عاش واضح يا حاتم عندنا التركيب ولا واضح؟ واضح يا اخي. اشكرك يا حاتم يا شيخ والله والله الله نشكرك يا شيخ. استاذ تحيه حاتم لكم عندي جائزه. جائزة بإذن الله تعالى إن شاء الله عند علي عند علي مناحي. نعم لما إن شاء الله طالع في البرنامج أطلع. أيوة طلعت البرنامج يعني فيها مركز. نعم. صرح. وش صرح لي؟ واضح عندك مركز. لا أنا أقصد الهدية. الهدية؟ إيه. يمكن بتعطيه من المركز نفسه؟ والله ما أدري هذا على حسب يا حاتم بنشوف من ذاك اليوم. خلاص طيب 90 يوم تقعد ان شاء الله. يقول اذا قعد 90 يوم نعم يبي جوال ايفون 15 بس يمكن ينزل 16. ها؟ يمكن ينزل 16 عاد هنا 16 يمكن ما ينزل 16 ما تبي 16؟ لا يقول ما بيقول 14 يقول 14؟ بعطيه 13. يا سلطان ونقول اللي بعد تكفون البث على الشباب هناك يركبون زياد ومبارك عشان بعد ياخذون فرصه هناك يشوفهم. حيحطون لنا الاثنين اللي جو. نعم شو يسموها؟ حات اسمها دوتو ما ادري دوتو. ها؟ لا ما هو دوتو ما ادري شو. نقول شاشتين دي اللي هنا وهنا صورتين. ترى من الصعب يا جماعه خير دائما من الصعب انه وجود في الميدان حصان وفرس. نعم. الا عند الخيال اللي يطوعها صح. والربع ذاك كلهم خياله ما شاء الله تبارك الله وفرسان كل ابوهم
نقول بيض وجهكم بيض الشحم، وجهك ابيض، الوضع راكد جدا، مرتاح نفسيا انا صراحه. ليش؟ لتوني ماخذ شاور وعندي شغل بعد شوي، فعشان ما توسخ ما ودي اشتغل معكم. والله مبارك، تعال مبارك تعال. لا باقي نضيفكم، ايش رايك؟ علي الماحي جالس يمسك جواله المقباي، ما ادري ايش عنده. ما دريت انه جواله شبه الماي. ايش قبل قلت؟ ما دريت ترى ما دريت. علي الماحي مبارك. مرحبا. اول شيء انا عارفك من زمان، ما يحتاج. وانتم اهل خير ووافير، ولكن عطى المعلومات اللي عند مبارك السخيل على الخير. انت تعلمتها هنا ولا قبل اول شيء؟ لا والله انا اعرف الجماعه كلهم متعلمين الخيل هناك. الحين تعلم خيل، لكن يعني مو ماهر بذيك الهوايه. تقدم شوي بس حفاظا على ارواحنا. تقدم شوي. ايش قصدك؟ ها؟ ايش قصدك؟ لا قام يدفع والله يا ابو مانع. انت ما لك هوايه فيها؟ ما هي بس اني اركبها والربع كلهم خياله. في الديره؟ والله الله. انا عارف الربع خياله كلهم. الخيل متعه صراحه. لكن انا احب كره القدم عليها. اها وش تشجع؟ هلالي ولا نصراوي؟ لا والله اشجع يوسف الثنيان. ها؟ يوسف الثنيان. يوسف الثنيان؟ العصر القديم واضح. 200 نقطة عند حاتم يقول بيضاء وجهك. حتى انا ترى ما لحقت على لعبة الهلال، لكن اتابع المقاطعة. حاتم يقول 200 نقطة لك. يا سلام. لأن هلالي صميم. بيضاء وجهك. فهمت؟ بيضاء وجهك. تستاهل يا مبارك. طيب مبارك تبي تركب الحين ولا تركب على هذه؟ لا خلص سلطان. خلص جاهز سلطان؟ جاهز؟ طيب بيضاء وجهك مبارك، نرجع لك بعد شوي. يلا يا سلطان حبيبنا الغالي، والله الذي لا اله الا هو. ممكن احنا الان ما استجمعنا المعلومات البارح من سلطان، معلومات جميله جدا البارح. اتمنى من الشباب في جلستهم الليله يسولفون عن الخيل، عن الامور الثانيه اللي تفيد المجتمع، يفيدون يقابل ويفيدون الجميع ان شاء الله. سلطان جاهز؟ يلا بسم الله توكلنا على الله. يلا بسم الله. بسم الله. يا روح سلطان يا رب عجبوني. بس هذا الفرس تبعدون عن الخيل عن الحصان. ها عاصي هالفرس؟ هذا حصان. حصان؟ عاصي؟ مرة؟ نعم. ليه؟ أغلب الخيل اللي هي الحصان. هيا. أيوة. لا ما سلطان. سامي أبو. سلطان. في معلومة أنا نسيتها ترى. آه. أنا في معلومة سمعتها عنك أن الحصان يرجع لورا صح؟ إيه. يرجع لورا. طيب. بالله تجيها قبل ما تخلص، قبل ما تبدأ. انا اشوفه شيء عاصي صح؟ ايه عاصي؟ في ما هو عاصي. وش السبب عشان الفرس موجوده؟ عاصي انا فسقه. فسقه كذا؟ فسقه وشوف هالفرس. طيب ممكن نقدر نرجع بها على ورا على الريوس؟ يلا جرب لنا نشوف، روح. ها ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. يلا روح يا سلطان روح. روح. هيا. خذ راحتك، الوقت معك، خذ راحتك جدا. ما شاء الله ما شاء الله. ها؟ ايه. والله؟ حلو. طبعا الخيل بالوضعيه هذه على الشباب حاتم صوتنا واضح صح؟ كويس. تعال تعال علي مناحي، تعال عبد الله، عشان بس ما نشغل سلطان. وش السبب؟ وش السبب بوضعيه الخيل كذا؟ هذا الحين يسمونه فسقاق عشانهم محاكور في شب. ايه ولا احد شغل. ما لازم تطلع عليه يوم بعد يوم او يومية. ما له دخل الفرس؟ ما له دخل، الفرس بعد يجيها فسقه بعد. لا الوضعيه هذه مو بخوف من الفرس. لا يعني لا 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 مره لا هذه فسكه. اعطي اعطي تبي تطرحها صح؟ تبي طيح. تبي تطرحها صح؟ لا نعم يبي طيح. اي اعانه في طاقه زايده، هذه يسمونها فسكه. ايوه الحين مش هزيل.
سلو يعني يستمر. طيب خذ راحتك استاذ، خذ راحتك، الوقت لك، الوقت لك برا، الوقت معك براحتك. لو يشتغل ساعة لكن انتبه لنفسك تكفى. ها؟ لو يشتغل ساعة تشغيل. ايه تشغيل هو اللي زي الطرق هذه صح؟ تطلع وتمشي طلع خذل وش الافضل يكون تشغيلها الحالة ولا معها خير؟ الحالة 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 كلها كلها عادي بس طلع الطاقة اللي الحين طاقة سلبية ولا إيجابية؟ لا سلبية. سلبية؟ أنا بطيح الخيار. كمل كمل عشرة. هيا. الآن ثمانية. ثمانية. ثمانية بعشرة سلبية. تي تبي تطلع الخيار كذا. الخيار. الخيار عشان. الخيار. هيا. طيب هذه ينفع ولا ما ينفع كذا؟ إلى متى إحنا كذا على الوضع هذا؟ ساعة ساعة ونص. ساعة؟ ساعة ساعة ونص. أو ساعة ونص. حسب. بس ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. كيف؟ سلطان ودك نركب الصدرية؟ لا لا. لا خلوه خلوه على راحته. ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك الله يا ربع. تبارك الله يا جماعة مشاهدينا الغالين تبارك الله قول ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه من الأشياء الصعبة اللي شوف اللي واجهها الخيار. الحين طبطب عليه. إيه. طبطب عليه يعني هذا شغله. هذا زي مكافأة. اللي هي الطبطبة هذه اللي عبقبة. إيه. إيه مزبوط مزبوط. لا يجيك عبد الله انت عبد الله انت. أبي أوخر ذي. سلام متغير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سلام سلام. والله ممتع متغير. ما شاء الله. سلطان. سامي ابو نقول بيض الله وجهك الله بيض الله وجهك معلومات اخوياك جميله اللي نقول عنك حدث وانت على انت على الحصان تعالي معلومات طلع منك ها علينا تخلينا من دقيقه دقيقه تعال على المحتاج تعال تعال على المحتاج تعال تعال على الناحي بالله نادي الفرس تعالي هنا تعالي هنا تفضل علي بيس يعني عشان عشان الحصان والفرس ايه لازم نخلي الحصان لو ان الحاله ما عنده بارك بيجي هنا لو قلت تعالي فك مبارك ها بارك بعد منها وش بس لا طب طب خلي على شوف شوف تعالي ما شاء الله شفت روح هناك راح يا اخي علم ناحي راس علم ناحي غير علم ناحي غير اللي يجي انا مدرب تخيل توني اصير مدرب هنا على طول طيب سلطان سمي ابوان يقولون الحصان في فسكه الفسكه هو شيء انه بيطرح الخيار صح لا فسكه طاقه زايده وانت راكب لا بطرح بطرح قصب ايه بطرح الطبطبه هذه قبل شيء على رقبتها هذه يعني انك انت سويت شيء كويس انت تعطيه تعطيه اعطيه تحفيز اعطيه مثل ما تقول مكافاه حلو اني سوالي شيء كويس ما كوبه معي ما حاول يطرحني وقفته على طول اعطيته طبطبه خلاص انا كفاتك ان شاء الله معلوماتكم نفس المعلومات ما شاء الله عليكم خيالي خيالي هذا شيء داري ترى انا اعرف الامور دي كلها ترى انا اعرفها احب اسالكم فهمتوا احب اسالكم لو ان علي لبس زيكم كان ركبت انا عادي بس تعرفون علي مركبتك فوق لا اعطيكم طلبه لا اعطيكم طلبه حلبت حلبت اوكي يلا اوكي يلا زياد جاهز جاهز سلطان سمي ابوه نبي بتشارككم بعد شوي مع الربع بس على الفرس ودي تودي الحصان في الجهه الثانيه عشان نفتك منه دام انه عاصي او دام انه فسكان على ما قالوا زياد بشري زياد رجله فيها اصابه الركبه فيها اصابه الساق فيها اصابه يعني مدمور بداياتك هذه ولا وشي؟ صدق انها بدايات بس الكل فارس كبوه كم مره طحت من الخيط؟ طحت مرتين اخر مره اخر مره عمود اللي كسر اللي هي كسر في رجلي اللي كسر في رجلك نعم في عمود لا ما في عمود الا اخوي بحصان حصان وفرس زي كذا إيه؟ وقرب مني اخوي وصقني حصان حصان وصاق نعم صاقني ولا وكسرت رجلك كنت فوق الخيل نعم وصلت ولا وقفت لا طحت ورجعت ركبت لين جيت الصبل ورحت المستشفى وانت مكسور انا مكسور قول ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خير يقول. طيب اذكر والله وقول ما شاء الله وسم بالله بسم الله والفرس عندك ويلا بعدك مبارك ان شاء الله عرفت النظام وشو يا زياد؟ تدخل بها تدخل بينها وتاخذ رفتين كامله. على خشم. يلا. دفع رجلك. على خشم يا ابو ناح. ايش؟ تراني اخاف عليك. على خشم. ما شاء الله. ايوه. ها؟ ايوه. 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 ايوه يخاف عليك يا زياد. على خشم. ايوه. يخاف عليك ايوه. بس. مره مره. ايه؟ مره. حطوا على المحي خصم. ليه تغيرت لهجته؟ لا بس عشان هذه إيه؟ فرس لازم نعطي على حاتم يقول خصم 1000 ريال من سراب احول عليه احول عليه خلاص عطني حسابك يا حاتم يجوز لي 1000 نقطة طيب يلا زياد جاهز؟ ابشر خليني اسد السرد كان شد خذ راحتك
لو تشد القرية كلها. شد الله خلا أمرك. نعم. وسم بالله، سم بالله قبل كل شيء. سم بالله زياد. الله أكبر. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله أذكر الله يا جماعة أذكر الله ما شاء الله تبارك الله. في البدايات شوف. أخذ راحتك في كل شيء. مرة. بس بس ليه 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 عنده حذف يمين. لا هي تعود تعب طبعاً. روح بقى ايوه روح بعكس يا زياد، زياد روح بعكس كذا منه. يا رجل الفرس هذه شو تروح في الزاويه ديك فيها شيء؟ روح بعكس عكس. تعودت لانها تطلع من هناك. عودي. مع الباب. ايه. شفت انا اتكلم معه يقول عودي. يقول عودي عشان كذا رجعت. فهمت. يا اخي علي مناحي راس غير. ما شاء الله تبارك الله. عبد الله ايش تقول مبارك على علي مناحي؟ نعم. والله صراحه بطل بطل زياد بطل بطل صدق يا ابو مانا. ليش الحذفيه هذه؟ تعود زياد روح بقى كذا روح بقى كذا عكس هذه الحذفيه اللي قدرت صدق يا ابو مانا اشاره ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على ابو مناحي والله اني اقوله مو هو يعني مدح ركب الروح ولا هو ما راح يركب ما شاء الله عليه والله العظيم ما شاء الله عليه والخيل كذلك الخيل ظني تركبها قبل ها يعني كان عندي حصان هوب وين جيت امي قالت بسم الله عليك وانا امك اقرا الكارت على حسب ما تبي منك عطها أيوة. اخذ راحتك زياد زياد لا تجبرها لا تجبرها على شيء عشان ما تصيبك بس اخذ راحتك تبي بالاقنعه تبي تاخذ مهاراتك اللي طيب ابو مانع نبي نوسعها شوي ابشر على خشم عشان تدخل كانت تابع الامر تابع الامر اللي تبي يلا يا رب احد يجي وسعني شوي معي تكفون هو اشتاها خاف لا انت سلطان تعبناك اليوم ايوه حطها مضبوط هنا؟ اي حطها قدام والله حط هذا قدمه بقدم ذاك هناك ايوه هم ترى حتى لو يوم ركبنا يلا خذ راحتك زياد لبيك المهارات اللي عندك سوها متل ما تبي خلاص انا بوقفها وبنطلق سباق وادخل اللي تبي سوي اللي تبي يلا ابد يلا بس اسمع خليني اروح هناك اصبر اصبر يا رجال لا لا تروح يا راس ترى تفهم روح يا راس روح يا راس شفت راح يلا جاهز عد. لا انت سلطان لا تبغى تغير عد واحد بيضرب وجهك جيم هناك ها جاهز جاهز قول بسم الله بسم الله توكل يلا توكل توكل يلا بس ادري 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 هذا دعاء الركوب يا ابو حمد قديت عد يا روح واحد اثنين ثلاثه هوب انطلق ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فيها حذفية ان شاء الله يمين قصر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك يا ربع اللي بيوقفها دائما هنا ما توقف عند الباب ذاك هنا؟ نعم توقفها هنا توقف هنا حلو مزبوط طيب اخذنا لفتين كاملة بدون ما تدخل بالاقنعة لفتين كاملة ووقفها هنا عندي سم بالله واحد اثنين ثلاثة روح يلا خليه ياخذ راحته يبي مسار ما عنده حذية في الجهة اليمين هوب ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله اذكر الله باش التصوير هذا له له بسم الله عليك بسم الله سكر الباب ثلاث من الباب يلا هناك طيب التصفير هذا التصفير هذا يعني على حسب خبرتك انت ولا المجموعه كلها الخيالين انا بتكلم مع اخوان على حسب مع خيال كلهم اي تمشي على الكلام وقفي امشي نعم بس ها بس تفهم تفهم الكلام يعني حلو مزبوط يا سلام يا سلام طيب زياد نعطي مبارك توكلنا لا انت بيض راجك بيض الشحم تعال معي هنا يلا يخلص مبارك لان يبدا مبارك اللي في راسك تبيها بالاقنعة في البدايه تبيها في النهايه خذ راحتك الحمد لله رب العالمين مزبوط رحمك الله دعسيك دعسيك تحس رجليك احد عنده معلومه يبي يضيفها قبل ما يبدا مبارك نعم عندي انا ها احنا نبي نستفيد نبي نستفيد منكم والله ابد هذا نبي نستفيد منكم احنا مبارك تبي تبدا من اليسار تبدا من اليمين خذ راحتك لكن سم بالله وقلت توكلت على الله. رجع اتوقع رجع طالع برا صح؟ لا لا ركوبه مضبوط. مضبوط؟ نعم. يلا يا مبارك يلا ابو وسيم روح. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الله يا الربع. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله.
اخذ راحتك، تبي تحمي هي اتوقع انها حامل الحين جاهزه صح؟ الحين نبيها تركض هي الحين يلا ما شاء الله الرجال رجليه طوال ما شاء الله تبارك الله ما هو بقادر يوازن نفسه صدق والله ما شاء الله تبارك الله على راس اصابعه ها يا مبارك تخيل اني غليس وغادي وجايكم في الميدان هذا روح يلا السيف والخيل والبيداء تعرفني ايه والسيف والسيف والبيداء تعرفوني خلاص روح السيف ومدري شو يقول القرطاسه والقلم خلي القلم روح راح عطها بسم الله توكل على الله يا مبارك اي فرس الحين تكون شالديناصور اللي فوق يا جماعه ركوب مبارك صحيح؟ نعم مسكت اهل مسكت الجام غلط بس الجاس رودي غلط اي فيها غلط يعني المفروض يصغر هو مطولها مره هو يقول اخواني في الديره خياله يقول انا ماني بهاوي للخيل يعني زياده فهمت؟ يعني في اخطاء عند مبارك تشوفونها؟ بسيطه بسيطه ما تنفع وش تقولون؟ مبارك نوقف شوي مبارك انا اعرف مبارك خليك وش الاخطاء يا جماعه؟ انها موسع الصروع مخليها طويل الجو هذا اللي هو هذا الفيده ايوه هذا صح؟ وموسع زياده ماسك زياده ضوق يا مبارك يا سلام فهمت مبارك؟ مبارك اعرف اخوانه خياله كله ما شاء الله تبارك الله لكن هو يقول انا ما بهاوي للخيل عرفت معلومه هي مبارك؟ يلا في حاجه اتميز فيها وش هي؟ اللي هو ما دخل رجله كامله في الركابه حط المشط وهذا الصح يا سلام ركزي على المشط في خيالين الحين يسوون العكس هم خيالين ايه يحطوا رجليهم كامله واذا طاح ولا شيء تنشب رجله ويروح بالحصان ويتكسر الرجال ويمكن لا خلاص اوكي يودع الحياه صدق والله نعم صحيح ترى الخيل خطيره ترى علي مناحي معلوماتها قويه يا رجال الله يطول يلا حتى انا قوي تبي نركض باقي مسكتي هذه غلط صح احنا نبي نهديها هذا تعرفون الخياله ايه؟ لازم عقب كل سرعه لازم ايه؟ تهديها ايه؟ طيب مبارك لا تدخل الا اقنعه نبي فرتين او فره واحده يلا لا يا مبارك طالبك مبارك روح مبارك روح ها يلا روح مبارك كم باقي معنا وقت حاتم؟ ما شاء الله خلاص بيض الله وجهك بيض الشحات الله لا يضرك لهنت يا موسى لهنت مبارك انت ما انت بهاوي للخيل من اللي بيجيب سك هذه بس اخوان؟ اي لهنت مبارك ممكن تجمع الربع شوي هنا بس تعال يا سلطان عشان طيب اوكي نجي طيب نجي في الجهه هذه عشان الشمس طيب نجي في الجهه هذه تعال هنا الربع تبوا من هذه تقسموا منا ومنا مبارك سم اول شيء يقول بيض وجه بيض الشحم ومن الاول جعلك تسلم مبارك معلومته واضحه يقول انا من هو ماني بهاوي للخيل ولكن عطانا ما عنده بيض وجه بيض الشحم انا من الناس اللي بعد ماني بخيال لكن بتركب اذا كان في فقرتي مال كذا سكت على الله سبحانه وتعالى الاخطاء يا جماعه خير اول شيء نبدا مع السلطان الخطا اللي صار في الجام صح؟ ايه في الجام في رفعه اليد في شيء اسمه اب داون معروف عند اهل الخيل ايه اذا الفرس طلعت ترت لازم انك تواكب مشيها تطلع وتنزل يا سلام لا صيرت الفرس ترفعك وتضرب على ظهرها يختلط وزنك طيب تضر ظهرك وتضر ظهر الفرس يا سلام زياد بيك في معلومه شفتها خطا سوينا على مباركه وعلى الشباب الباقيين يعني في اشياء اشتغل حلو محسن ايوه شو اسمه موسع الجامه وشاد وهي تمشي واذا كنترت ارخى شدت رجول يا سلام كذا يختلف التوازن اجمل ما فينا نستفيد من بعضنا هذا اجمل ما فينا نفيد الناس بعد نفيد المشاهد عبد الله رتويت على كلام سلطان تغير اللي هو مع محسن علي مناحي انا اقول كلهم سلطان المبارك صح اوكي علي انا اقول اني صح واني اعرف اخي كفو كفو والله هذا الصح محسن هذا الانتقاد داهم دام ملاحظاتهم عليك اتعلم والله منهم ولي الشرف والله هذا الكلام الجميل ما عليك زود يا ابو هذا الكلام الجميل اللي احنا نتمناه من اي واحد هنا انه لا يرى ان الانتقاد او النقد اللي حصل له انه تنقيص منه لا مو بتنقيص منه لا بالعكس ترى كل ابونا على ما قال الكامل وجه الله سبحانه وتعالى احنا كلنا ما احنا بكاملين انا يمس لو تركب معي خير الحين ما ركضت فيها زياده اكون معكم صادق
وتعلمت منهم الشيء الكثير، من مسكة الجام، من الركوب، من هذه جالس اتعلم معهم ترى مع اخوي الباقي. اي نعم. من باقي ريان، مرحب. جاهز؟ جاهز. تركب؟ الله. يلا اقول بسم الله توكلنا على الله يا ريان. هاك يا ريان، قول لو سمحت لا تشرين. سمعت ريان ايش يقول يا ريان؟ ارجوك. يقول قول لها ايش؟ لو سمحت. لو سمحتي. لا تسرعين بي. لا تسرعين بي، يقول هدي السرعة لأن. خلها 120 عشان السرعة القانونية 120، فهمت؟ في ساهر، ترى ساهر قدامك في الزاوية. ساهرين. تفصل على 120. صدق. ريان، انتبه من الكاميرات حقت الجوال قدامك. اوكي؟ من؟ كاميرات الجوال قدامك تبين من السرعة. أي جوال؟ كاميرات الجوال. مو ما أشوف في بلم. هو شكله رجال في بلم قلت الجوال. بتوقف من كاميرات الجوال. يلا سمي بالله يا ريان توكل على الله يلا. بغض النظر عنه. مو سايق. اقول عيال. عيال عشان الاصوات، عشان الاصوات ما تقاطعون وتكفون. قص صوتكم شوي. ريان جاهز؟ يلا يلا. اذا قلت نبدا ها؟ يلا بسم الله توكل على الله واذكر الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا يا ابو بدر. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. يا سلام. إذا كملت لفتين دار مدار يا ريان يلا. كيف؟ دار مدار لفتين كاملة. ما هو بالإقناع لا دوران كامل. عطى سرعة عطى اللي تبي. أيوه زين فتح أنا مع الفتح وش؟ يلا ها روح. بالعكس يا ريان عطى بالعكس. بالعكس يا ريان اي عكس المكان وتعال في الزاويه اللي على اليمين هذه. بسم الله بسم الله يلا ها ها ها. اي سبحان الله يا سلام. هو الرجال بيساوي غترته يا كل ياقة خلاص يا رجال خذ راحتك خذ راحتك يلا باقي لك لفه لفه يا ريال واحده احنا قربنا على نهايه الفقره يا ريان يا حاتم حاتم عفوا اي اوكي كم باقي؟ بس حلو مضبوط حلو يلا حلو ها هاي ريان بسم الله بسم الله سم بالله سم بالله لا انت يا ابو بدر بيض رجلك بيض الشحم ابو بدر تعال ناخذ منك معلومات بسم الله عليك اول شيء ما شاء الله تذكر الله جزاك خير ريان من متى ريان يركب الخيل؟ 28 من 8 سنوات الله من 8 سنوات ولا عمرك 8 سنوات؟ لا من 8 سنوات انا اركب الخيل. انت تركب الخيل؟ الله الله. تعلمت في تربه ولا هنا؟ لا في الرياض. في الرياض؟ تربه ليش ما تعلمت؟ انا بعلمك شيء. ايه؟ انا ما حد علمني. من نفسك؟ الله الله. اشوف مثل ما تقول هاوي الخيل واحبها. حلو. اشوف الخياله لو ركبت قالوا الخط هذا في كذا. طيب. الجام كذا، حاجه كذا. بعضهم يدخل كيف؟ يدخل له نادي. حلو. في قصدي وفي نوادي الان اللي بيتعلم الخيل موجوده نوادي رسميه في الاسطبلات. والخيل طال عمرك ما بتعب الخيل ترى رياض اقوى رياضه في الجسم للرجال يشوف كلها ترد نسمك الحين ايه لياقتك انت مهم صفر مره الله الله لكن الخيل مثل ما تقول طال عمرك الخيل يتعلم كل اللياقه والقوه وتعلمك الصبر ترى بعضهم يحسبها ان الخيل طال عمرك بغير يركب ورده لا الخيل عالم ثاني اللي بيدخل العالم الخيل عالم ثاني تعلمك الصبر القوه التحمل اصعب 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 ركوب خيل وكانك بتمه ابو بدر اصعب ركوب خيل عندكم لا انت وسلطان ولا ابو بدر هل هو في الرمال ولا على الاماكن القاسيه اللي زي هذه او الجبال اصعب شيء يعني اللي يتعب الخيال يتعب الخيال لا التعب على الحصان ما بتعب انا بتعب الخيال ما بتعب الخيال تعب حسين ابشر الخيال يتعب شيء واحد ناصر انا اسف يا ناصر تعال هو تعال 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 الخيال يتعب شيء واحد دقيقة حسين دقيقة كانكم تمه الخيال يتعب شيء واحد إيه؟ لياقته
يا سلام. ما في لياقه بيتعب اذا ما هو مستمر في الركوب. والخيل طال عمرك اذا ما هو مستمر ركوب على قولته بتغير. والخيل طال عمرك مثل ما تقول مثل البطاريه اللي جيت تشحنها. حلو. لا رديته بالشبك ثلاث ايام اربع ايام خمس ايام ركوبك له حاول اول من يركبه خيال لا يركبه واحد مبتدئ لان في طاقه يبي يفرغها. صحيح فسكه يسمونها. يلعب إيه. يروح يشد بشوي خلاص يصير الخيل طاقته مثل ما تقول متساوي. حلو. يركبه الخيال ومثل ما تقول هو الرجال بعضهم اللي ما يعرف الخيل ولا هاوي الخيل اول ما تعلق على حصان على حصان الحار. يا سلام ما ينفع ياخذ الشيء الهادي اللي يقدره. بيض الله وجهك بيض الشحم وبدر ناصر صلف حسين انضموا الينا مؤخرا. ناصر من متى ركوب الخيل يا ناصر؟ والله من فتره قصيره هي طويله. في القناه ولا برا القناه؟ برا القناه. لكن برا القناه كلها طيحات. طيحات كلها؟ الله وفي الله. القناه؟ انا لا خلاص قد متمكن. ركبت مع ابو عقابه وكان ماسك. الله الله. طيب بالسرج ولا بدون سرج؟ لا بسرج. بسرج. الله الله. قبل ما ابدا مع حسين عندك الاقنعه هذه تدخل على راحتك تبي في البدايه تبي في النهايه على كيفك. الدخول بالاقنعه هذه دار مدار كذا. اذا خلصت الدخول بينها تاخذ لفه كامله. انا اللي يعجبني في السلف يا مسفر اللي يعجبني في السلف ان الرجال متعلم فتره قصيره ويعجبني صملته ركوبه ناصر. اي هو انا اتمنى ما حد يضر ما حد يضر نفسه. نعم احنا عم قالوا وكل بنا نخاف على اعمارنا صراحه. نعم كلنا نخاف على الثاني. طيب حسين اخر حسين اول حسين قبل ما تركب حسين. حسين من اهل نجران معروفين اهل الخير. غنيين عني ما يحتاج. ايوه هو اهم اهل الخيل واول واحد ياخذ خصم اليوم ما شاء الله تبارك الله. طول عمرك. عندك شيء بتقوله لحاتم ترى شو نسوي له؟ الله يطول عمره ان شاء الله. ميوت. بس ميوت. باقي ميوت؟ لا ان شاء الله شغال شغال. طيب حسين اهل الخيل لا انت ولا رمضان كل ابوهم. نبي مهارات حسين اللي كان يستمتع فيها في نجران. سواء في مربط خيل او في نفود او في صحراء اللي تبي. عندك الاقنعه هذه دار مدار بينها اخر شيء اذا خلصت هنا تاخذ لفه سواء تبيها كذا او تبيها بالعكس بكيفك. اختر اللي تبي. طيب بساعد عادي. خذ راحتك. ابي انقص الركابه. خذ راحتك. دقيقه كسر. ما شاء الله تبارك الله مبارك الخيل وزياد خربوا الدنيا هنا شوفوا. اطول منه. ايه كذا ما يركب الخيال الحين بيركب رجله لازم يكون مقصر. يلا وشوف كم تحط الركابه هذه. ها هذه فرامل ثلاث. هذه فرامل غير اللي قبل شوي فيها ساعتها كذا حطها في الثالثه. يعني يصير يرده مثل ما تقول حطها في الثالثه. كيف تقول لا بعضهم لا حط رجليه. ايه انا حط امهلها الثالثه. طرحت الخيل تدخل رجله تنشي. يا سلام. فالرجال اخيل يحاول قدر المستطاع على رؤوس اصابعه زي كذا الحين. شوف باقي قصير عليه الربع ترى باقي قصير عليه. دقيقه جهز الفرامل له صح عشان ما يجي شد عضله في رجليه صح. اصبر اصبر اصبر. اي تعال تعال سلطان اصبر. كم كم ايضا بعد في معلومه عن سلطان. ايش تقول سلطان؟ كم ايه لازم هي قصرها صح. لا 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 رجع بعتها عضلاتها على رجليه صح. عشان كذا انا اقول الركوب بدون شرج افضل شيء. هذا ما قالوا انتم تعلمتوا وعاصرتوا وعرفتوا. انا من ناحيتي انا مسفر ابي اتعلم على السرج على طول صراحه. والله صعبه. اي كلنا عاد خير. والله صعبه يا سلطان. انا اشوف شيء صعب صراحه. الا احد يتهور يتعلم بدون سرج. لا لا يركب على طول يفك. ها شوي شوي. اي شوي شوي وعلى هونك. لا احد يجيه الفزه هذيك. نحل انا فلان بفلان ما في فلان بفلان. فيها تكسور وفيها علوم ثانيه. اي الله اما هي اما الخيل اما اغرس ولا بالرماح. اغرس بالرماح ابي الحين اياه. شوف يلا. هذه جاهز حسين؟ حسين الشيء اللي تعرفه اللي ما تعرفه لا تسويه. جاهز؟ يلا بسم الله. حط الركاب هو حسين. صار الركبات. عليك باللي فوق اللي فوق. لبست اللي فوق. والله اقدر كذا عرق برجليك حطها من بين عيد تكسر صح؟ لا كتفها ضيعها. لا انا يا حسين عود عود عود. خذ راحتك خذ راحتك. خله 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 يا خله خله لا انقصر عليه. خذ راحتك. خله 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 على راحتك. يلا يا حسين ما شاء الله ما شاء الله روح على هونك ولا توجع نفسك. طبعا حسين امشي الحين ديزل صح؟
ما بعد عبه 91 95 اي باقي الحين على الديزل. طبعا انا لاحظت في حسين ما بخيال، انا لاحظت في حسين انه مغامر يحب المغامره. قال لي البارح قال لي انا مسفر خيال رقم واحد، ولكن اتضح لي الحين اصراره القوي انه ما بيقول لي ما اعرف اركب، لانه بيركب الخيل وهذا من طيب راسه. هذا من طيب راسه، واضح شيء واضح. حسين اول مره تركب صح؟ خلنا احنا صريحين. انا اقول بيضرب وجهك، جالس انا اتعلم على الخيل عادي، فهمت؟ اخذ راحتك، اهم شيء لا توجع نفسك ولا تتعب نفسك. هذه بعد طويله ولا؟ اي جهز جهز له هذه بس. قصروا على زي اكثر. ها كيف كذا؟ ها؟ اي تخرجي ترجع. انت رجليك ما راح تكون ما راح تكسر. ها؟ خلاص. بوطك كذا. كذا. اسمع سلطان. ها؟ حط رجلك. الاخيره حط واحد. ها؟ خلاص مضبوط مضبوط. خلاص مضبوط. خلاص. حسين. حطيت واحد الاخير. اهنيك على صارك حسين الجميل. طول عمرك. اي والله روح. الحين بعض الخيل طال عمرك فيها الكنترة. فيها الفتح. الفتح اللي هو الجامعه ليش تعدي قوتها كلها. بس ما تجي مع المتعلم صح؟ ناصر تعمل ناصر توك جاي ماخذ منك معلومات. ما تجي مع المتعلم بس اتكلم يعني الخيل اول ما يطلع بها انا اشوف الرجال جاي يطلع خيله من محل موضعها يحاول اول ما يطلع شد عليها شوي لان اي شيء يعود المراحه يحط قوته كلها عشان يعود. ياسر الحين يومنا سم كان كنت تسميه هو قبل ما يمشي الخيل بس نسولف منا بكره الصباح ما وصل وهذا عالم ثاني. عالم ترى ما هو كل انسان يقدر يفسر في ساعه في ساعتين في اربع ساعات. يا سلام انا عالم هذا. يا سلام لو اقول لو اقول الحين بفسر الخير ايه ثم باخذ لي طيب يتعب ما تعب يعني والله حتى لو بعض الناس يقول تخيل. لا انت حسين لا خلاص خلاص لا بعض الناس يقول تخيل ليش ما تقدر تفسر لنا وليش ما تقدر تعطينا معلومات. يا سلام يا سلام بس ضيق ومعلومات الخير واجد باذن الله ان شاء الله باذن الله تعالى شباب الاسابيع الجايه ان شاء الله بناخذ معلومات منكم اكثر واكثر. ناصر بيك ناصر يا اخوي جاهز جاهز والله بعجب. طيب سم بالله. ها بسم الله ما شاء 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 الله ها ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ها هذا الراس. يا سلام يا سلام ها 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ها الأخيرة بل أقنعه ولا خذ راحتك خذ راحتك روح 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 يلا ها طيب بل أقنعه ناصر بل أقنعه بل أقنعه إيه شنو والله بعجب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ها يا جماعة ترى الصلف ما له الا كم يا زياد؟ شهرين شهرين فقط ها لا صدق عادي عشان ها ما شاء الله واذكر الله ما شاء الله واذكر ما له الا شهرين الصلف ها على المستوى هذا شيء جميل جدا اللي يعجبني فيه تواجده على ظهر الخير ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ها لمسات من علمه اياه لابد لابد تعلمون بعضكم علمونا معكم احنا لازم نتعلم معكم ترى عادي خلصت بيض وجهك بيض الشحم والله تستاهل التصفيق ناصر والله اني بقول صادق يا جماعه انا الشخص المو بخيال اذا شاف ناصر الصلف تعال ناصر اذا شاف ركوب ناصر الصلف وركضه ودخوله بالاقنعه هذه بيقول هذا له سنوات على الخير ولكن معلومه اعطناها زياد يقول ناصر ما كان يتمنى انه يقولها ولكن افشى عن السر ما له الا شهرين فقط نعم على الركوب هذا وعلى الركض هذا ناصر بيضر وجهك وجهك ابيض اني الايام الجايه هنا الله احيانا وحياكم ان شاء الله وش بيصير مع ناصر؟ بيصير ان شاء الله العلم زين كله هذا كله وبنفرحهم ان شاء الله بعد البرنامج واتمنى اللي توه متعلم هو يبغى الخيل لا يعلم عاد الله نعم هي غادي قلبه قوي نعم اهم شيء الصبر دخولك مجال الخيل او عالم الخيل دخل ناصر بتشجيع غيره ولا بهوايته هو لا بهوايتي انت كنت راغب الشيء هذا ودي بخيل طيب ليش ناصر تاخر في الهوايه هذه لاني طول العمر كنت في ديره ما عندي ما بي خيل ايه كان حياتي مستبلات دي ما بي كان البل عندك عندك بلك ضم بلك اقعد عود البيت فهمت؟ عندي خيل اسطبلات وذي ما نعرفها. ما قد فكرت مع الشايب، الشايب حي؟ الشايب موجود حي. الله يطول في عمره ان شاء الله امسي عليه بالخير. نقول عسى الله يطول في عمرك يخليك لنا جميعا مو بالناصر بس. من يقول يعني انت اب الجميع صراحه. يعني ما ذوق حزنكم. ما قد كلمت الوالد وقلت يا يبا ابي لي خيل؟ ما قد طلع عليك وانت صغير؟ لا والله ما طلع علي.
ليه؟ لانه يداري طول عمره الشايب ما يحب ما خيله صفق ما يله صفق قطني يقول صب حلالك صب حلالك خلك عند البل بس انت بضم اخي ضم حلالك اي انت وانت عند البل البل رقم واحد ها؟ نعم والله كفو سبعين عليك زوجي عندي يدك حجر بيضرب وجهكم بيض الشعب عندي معلومه يا ابو اسلم اسلم انت الحين اعطني الخيل اللي انت قوه بلاش اعذرك يا ابو ماي خذ راحتك بيضرب وجهك بيضرب وجهكم خليكم شوي الحين بعضهم لا جاء ركب الخيل من اول بعضهم لا ركبها الحين ركبها من اليسار لا جاء حول من يمين من اول اصلا في اصل العرب يوم انه يركب من يسار يركب من يسار وينزل من يسار عشان ضفيرة السيف ضفيرة السيف وين هي؟ ضفيرة السيف تجيك يسار كذا والكاميرا مو لي انا ما بتعلم انا بشوف الكاميرا بس شوف ضفيرة السيف الحين السيف لا متعزمين بهول الضفيرة تجي يسار ضفير السيف عشان ما يضايقه يركب من اليمين ثم يحول من يسار حلو بعضهم لا جاء يركب من يمين لا ركب منه حول من يمين هذا غلط في اصل الخيل طيب سؤال يا ريان لو اني اشول كيف اشول اشول بس انا في اصل طيب انا اشول كذا مش اصل العرب من اول الخيل تركب من يسار معروف ركوبها ونزولها ركوبها ونزولها من يسار لان من اول ما حد يقرب حتى لو كان اشول حتى لو كان اشول خليني بعلمك من اول خلى شوال ما شوال من اول عرفت العرب ركوب الخيل من يساره ويحول اي انا معك لان يعني عشان طال عمرك جديد السيف يساره فلا جاي يركب من يمين السيف ما هو براكب يرده فياخذ راحته من يسار ويركب عاد يحول بيض وجهك بيض شحم ريان لا انت نبي ناخذ قبل ما نختم اقول بيض وجهكم ولا انتم وتفاعلكم ووجودكم معي اليوم هذا اسعدني انا شخصيا قبل يسعد الجمهور انا متاكد ان الجمهور ان شاء الله مشاهد أنه مستمتع اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى فأتمنى تواجدكم يا جماعة خير في الفعاليات بإذن الله في الفقرات في عما قالوا اعتبروا أخوكم مسفر أخوكم الكبير أنت خير يبي مصلحتكم وافي هو مصلحتي شخصيا أنا ما لي أي مصلحة ترى مصلحتي أني أشوف أخواني في المراكز الأولى هذا شيء اللي هو بيض الله وجهك مسفر وجهك وثاني حاجة أنت تطمن نصائح حتى ما في البلد دائما تحتبث النصائح جاي ربي يطول عمرك إن شاء الله عمر اللي تبي يقول أمكم تعلم تعلم براسك يا بس جاني ما خرمكم إن شاء الله لبي أسطى أتكلم بخير بس شوي أسلم أسطى أنا ودي أنصح للي ما ودي هقني خير إنه يقدم عليها ولا يفكر بشيء تراها عالم ثاني تعلمك الصبر وناسة واللياقة اللياقة رياضة والله انك تجيها مهم وانك تجلس عندها ساعه نص ساعه يا ثاني شيء انا وصات الرسول صلى الله عليه وسلم علموا اولادكم الرمايه والسباحه وركوب الخيل نعم يعني اقدم عليها ولا تخاف بيض وجهكم بيض الشحم بعد اسعني الله اشكر اخواني الفرسان الحبيبين اللي احبهم في الله سبحانه وتعالى واشكر اخواننا المشاهدين اخواتنا المشاهدات نقول بيض وجهكم ان شاء الله تكون حلقه ان شاء الله فيها المتعه فيها الحماس نقول في امان الله نلتقيكم ان شاء الله في حلقات قادمه وفي امان الله مساء الخير شكرا. الصدق والواقع ما هي بي شاشة لعشق المراجل لعشق المراجل ولو انها تتعب لعشق المراجل شاب